أفاد مراسل حلب اليوم بأن 11 شخصا قتلوا وجرح آخرون برصاص الجيش التركي أثناء محاولتهم اجتياز الحدود عبر منطقة خربة الجوز غربي إدلب. وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا قالوا إنها لجثث الضحايا، تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية أغلقت المعابر الحدودية أمام النازحين السوريين منذ الشهر الثالث من العام الماضي، ما اضطر آلاف الفارين من قصف النظام وروسيا إلى عبور الحدود باتجاه تركيا بطرق غير قانونية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة عنتاب مراسلنا حجي عدنان دادا. مرحبا بك حجي، كم بلغ العدد النهائي للضحايا الذين حاولوا اجتياز الحدود التركية؟ سيد الكريم، إلى الآن هنالك 11 قتيل وعدد كبير من الجرحى عندما حاول المدنيين أشخاص عزل الفرار من المجازر التي يقوم بها الطيران الروسي والجيش الأسدي، وحاولوا اجتياز الحدود بشكل غير شرعي. وتركيا الآن تعيش حالة من الاستنفار الأمني، كون معظم الهجمات التي شهدتها كل من إسطنبول وأنقرة قادمة، الأشخاص الذين نفذوا هذه الهجمات قادمين من الطرف السوري، فينظر إلى أي شخص يحاول عبور الحدود على أنه تهديد لأمن واستقرار تركيا، وبالأخص الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير شرعي. والآن تقوم تركيا ببناء جدار عازل وصل 170 كيلومتر. أين هذا الجدار سيد حجي؟ أين يتم بناؤه؟ يتم بناؤه في الحدود السورية التركية عند منطقة كيلس، اعتبارا من كيلس هاتاي بالشريط الحدودي التي يمتد ما يقارب 911 كيلومتر. يحاول تركيا تغطيه هذا الحدود بأي كان، بجدار أو أسلاك، ومراقبة هذا الحدود بكاميرات حرارية. وحسب المعلومات المتواجدة عندنا أن القوات حرس الحدود عندها الصلاحية الكاملة دون أن ترد إلى أي جهات عليا بإطلاق النار على القادمين من الطرف. طيب، هل صدر أي تصريح أو رد تركي رسمي بخصوص هذه الحادثة تحديدا؟ إلى الآن هنالك التجاهل أو عدم معرفة عدم اهتمام وسائل الإعلام التركي بهذا الخصوص، وينظر إليها على أنه حادث يومي يحصل، وأنهم أشخاص حاولوا دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية، فتعامل معهم القوات حرس الحدود بما يناسب الوضع الذي يعيشه تركيا من استنفار أمني. نعم، طيب، هل هناك أي معلومات أو وقت محدد عن إعادة فتح السلطات التركية للمعابر الحدودية أمام السوريين؟ حاليا هنالك معبر باب الهوى الذي سوف يقوم بفتح الحدود باتجاه الأراضي السورية فقط في فترة العيد، أقصاها 15 يوم سوف تكون، والأشخاص الذين يحملون بطاقات الحماية المؤقتة فقط هم الذين يستفيدون من هذه الزيارة إلى الأراضي التركية. وهنالك بعض المعلومات صدر عن معبر باب الهوى يفيد في الشكل التالي: مدة الزيارة 15 يوم، يفتح الباب فقط باتجاه الأراضي التركية السورية، الأشخاص الذين لديهم بطاقات حماية مؤقتة يقومون بتقديم طلب من دائرات الهجرة للذهاب وزيارة سوريا والقدوم بعدها، ويحدد الفترة التي سوف يقيمون فيها بسوريا. نعم، شكرا لك مراسلنا حجي عدنان دادا، كنت معنا من غزة عنتاب.